السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يا جماعه بخير. والنهارده بموعدنا مع الجيل الثاني من واحد من منتجاتي المفضله جدا اللي بستخدمها حرفيا تقريبا كل يوم على مدار السنين اللي فاتت، رغم ان انا بجرب وبلف وبدور كده في منتجات تانية مشابهه ليها، اللي دايما بلاقي نفسي برجع تاني لنفس هذا المنتج او الاجيال الجديده منه. ده اكيد لمجموعه كبيره من الاسباب اللي ظابطه معايا جدا، واظنه تظبط مع مجموعه كبيره منكم، وهقول لكم عليها كلها دلوقتي. عشان النهارده موعدنا مع هواوي واتش جي تي 3 برو، احدث جيل من ساعات هواوي اللي انا متحمس ليها جدا، وبصراحه بستخدمها في السر كده من وراكم بقالي كذا يوم. وخليني اعرفكم عنها كل حاجه النهارده، وخليني اقول لكم الاول كده ان الجيل ده من الساعات بياخد مستوى الفخامه لساعات هواوي والسمارت ووتشز عامه لليفل محترم جدا. زي ما شايفين قدامي علبتين، والموضوع مش مجرد الوان او مقاسات، في فعلا مواد مختلفه تماما. هنا اعرفكم كل حاجه دلوقتي. اذا متحمسين معايا اكيد تسوش لايك عنيف، تشترك في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معايا في كل الفيديوهات الجديده. انا حرفيا استخدمت كل انواع الواي ووتش من اولها لاخرها. عشان افهمك بس، عشان الموضوع ممكن يلخبط شويه في عالم ال3، هنا انت عندك واي ووتش 3 برو وعندك واي ووتش جي تي 3، لكن دي واي ووتش جي تي 3 برو، فدي نسخه البرو من الجي تي، ودي بصراحه بتضيف شويه حاجات وبتحسن شويه حاجات عن الجيل اللي فاتت. انا معجب بيها جدا. خلينا نفتح الصندوق مع بعض ونستكشف. طبعا فاضي هنا عشان لابسها في ايدي، هوريكم دلوقتي حالا، بس خليني اوريكم بقيه الحاجات اللي تيجي معاها. كالعاده عندك هنا شويه لينكس اضافيه للستراب عشان تظبطه على مقاسك انت، وعندك هنا كمان الوايرلس شارجر نفس الجيل اللي فات، وايرلس شارجر تقدر تشحنها من اي شاحن لاسلكي. وهي دي بقى الساعه شخصيا اللي شكلها المره دي ممتاز. المره دي اقدر اقول ان هواوي منشنه على نقطه ضعفي، وهي التيتانيوم. انا لسبب ما بحب الحاجات المصنوعه من التيتانيوم، والمره دي الساعه بالكامل مصنوعه من التيتانيوم. احنا شفنا الموضوع ده بالكامل هواوي كانت لكن في نسخه البورش اديشن، وفاكرين جربناها برضه بعد كده مع بعض ولبستها فتره طويله جدا. لكن المره دي نسخه الجي تي 3 برو اللي اي حد ممكن يجيبها، البورش كانت اكسكلوسيف حبتين. واستخدام التيتانيوم بصراحة بيديك مميزات رهيبة. أولا الشكل، بص منظر كده اللمعة المطفية كده بتاعت التيتانيوم مختلفة جدا عن الستانلس ستيل. خليني أديكم نظرة على الساعة لوحديها، وزي ما شايفين شكلها رهيب، ويمكن واضح إن أنا ما بقلعش الساعة كتير زي ما أنتم شايفين. لكن بص دلوقتي الكيس بالكامل مصنوعة من التيتانيوم، والكيس شكلها مختلف شوية عن قبل كده. زي ما شايفين عندك أشكال جيومتريك كده في الجزء بتاع اللاج كده اللي شابك في الستراب نفسها، ففي دايره كده وبارزه عن جزء من تحت كده. انا معجب جدا بالحركه دي بصراحه، تحس الجزء بتاع الساعه نفسه بيطفو على الكيس نفسها، شكلها لطيف جدا. والستراب نفسها كمان مصنوعه من التيتانيوم، والمره دي برده مدينها شكل مختلف. انا معجب بيه جدا، انا معجب جدا بالتصميم ده. حركه الشامفر اللي عاملينها في اخر كل حلقه دي شكلها كول جدا جدا. الاهتمام بالتفاصيل هنا بصراحه ممتاز، وده باين جدا في كل الحواف، كل الدورانات، كل الايدجز، حتى باين كمان في الزراير. زي ما انتم شايفين عندك كلمه هواوي واتش مكتوبه على الزرار، او ده مش زرار، ده كراون كمان، روتيتنج كراون تستخدمه في السوفت وير. وعندك زرار هنا اضافي وشكله مبطط كده على فكره لسبب غير بعض الاجيال اللي فاتت، هقول لكم عليه بعد قليل. بس عامه التصميم هنا طب في الجزء اللي بيبقى قصاد ايدك من جوه، الساعه مصنوعه من السيراميك زي الاجيال اللي فاتت، والجزء الدائري البارز ده كل ده سلس جدا، ما تحسش بيه وانت لابس الساعه. وطبعا هنا بيغطي لك او يعني بيحتوي على مجموعه كبيره من السنسورز اللي فيها اضافات محترمه، هنا هنتكلم عليها برده بعد شويه. بشكل عام انا اعجب جدا بشكل الساعه المره دي. يعني اكتبوا لي رايكم في التعليقات ايه رايكم في شكلها، بس انا شايف واوي ظبطت جدا التصميم في هذا الجيل. في نسخه التيتانيوم دي بتقفلها عن طريق الباكل اللي هي بالضغطة واحدة كده، وليها زرارين في الجيب عشان تفتحها. واستخدام التيتانيوم هنا بيخلي الساعة أولا خفيفة جدا جدا، يعني لو ساعة زي دي مصنوعة كلها من ستانلس ستيل تبقى وزنها تقيل، هنا لا، هنا وزنها خفيف مريحة جدا في اليد. أنا بنام بيها، نمت بيها على مدار الأسبوع اللي فات، ما عنديش أي مشاكل. والحاجة التانية دي ساعة مش هتتضايق خالص لو أنت رايح بيها مناسبة، رايح بيها شغل، رايح تحضر اجتماع، رايح تحضر فرح، رايح تعمل أي حاجة فيها شياكة وفخامة، لابس بدلة، لابس حاجة زي كده، دي ساعة هتتماشى جدا الموضوع، ومحدش حتى يقدر يقول عليها ساعة سمارت أو ساعة رياضة أو حاجة زي كده. دي شكلها فخم جدا، ومع الشاشة الممتازة أقول إنها فخمة لدرجة لو حاطط واتش فيس شكله زي ده مثلا، ناس كتير جدا ممكن تتخدع إنها سمارت واتش أساسا. ساعة شكلها ساعة محترمة، شياكة، ميكانيكال كده، شكلها ممتاز. إذا مش عاجبك الديزاين ده أو الماتيريالز دي،
في عندك الشكل التاني. دي عن نفسي ما استخدمتهاش، ولكن دي حبيت اوريها لكم عشان دي تعتبر اول ساعة من هواوي مصنوعة من السيراميك، الكيس من السيراميك نفسها، ودي حاجة انا حبيت اشوفها جدا. هي مازال اسمها برضو هواوي ووتش جي تي 3 برو، ولكن نسخة السيراميك واللي بتجيلك في لون ابيض. الساعة بصراحة شكلها اناقة جدا جدا. يمكن تكون بنات تحب الساعة دي اكتر، لكن بصراحة برضو اشوف عادي ممكن تكون شكلها برضو ينفع رجالي، ستايلش كلون ابيض كده. عندك بيزل كده لونها سيلفر حوالين الشاشة جنب البيزل البيضة. هنا الاستراب مصنوع من الجلد لونه ابيض، شكلها شياكة بصراحة، برضو شكلها لطيف جدا. والكيس دي كلها مصنوعة من السيراميك، احساسها غريب كده، مش بلاستيكي، احساسها ناعم زيادة، احساسها لطيف جدا، وشكلها برضو اخر شياكه، حته بيضه في الزرار دي كمان عجباني جدا. انت تاخد نفس الاوبشنز ونفس المواصفات في الاثنين، ولكن في فرق اساسي بينهم هو الحجم. الساعه دي اصغر كحجم شاشه واصغر كمان كبطاريه، وبالتالي عمر البطاريه هنا يعتبر نص عمر البطاريه في نسخه التايتانيوم، فدي حاجه تحطها في بالك برده وانت بتختار. طب ممكن يجي في بالك يعني اوكي الساعه فخمه يعني هخاف عليها بقى وما البسهاش في اي وقت وما اروحش بيها جيم وما اعرفش ايه. اطلاقا انا على نفسي بستخدم ساعات هواوي في كل حاجه، مش بقى لحظه مش بيحصل اي حاجه، اوريدي مضاد للصدمات جدا. طبعا عندك هنا التايتانيوم كمان قوي جدا جدا مضاد للخدوش، وده سافاير جلاس، يعني دي عباره عن سافاير فمش بيتخربش برضو المغطي على الشاشه نفسها. هنا ده غير كمان ان هم حسنوا كمان الووتر بروفينج بتاع الساعه، دلوقتي تقدر تعمل بيها دايفنج فعليا لحد عمق 30 متر، مش بس ال5 اي تي ام بتاع قبل كده، مش بس ال5 متر، دلوقتي فعليا في دايفنج مود تقدر تنزل بيها تشغله عشان يحسب لك انت العمق بتاعك قد ايه والنفس وحاجات زي كده. فيها تدريب كمان على النفس اذا عايز، فدي ساعه ما يتخافش عليها اطلاقا. شكلها شيك لكن في نفس الوقت هي مصفحه جدا. طيب ايه تاني يتحسن او يتطور من ناحيه الهاردوير بتاع الساعه؟ السنسورز. انت كان عندك طبعا قياس ضربات القلب مثلا موجود اكيد، قياس نسبة التشبع الاكسجين في الدم موجود طبعا، قياس درجه حراره الجلد حتى موجود. لكن دلوقتي كمان هواوي اضافت اخيرا ميزه ناس كتير بتدور عليها في ساعات كتير، وهي الاي سي جي او الكتروكارديوجرام. ده بيعملك تخطيط للقلب فعليا. عشان تستخدم الميزه دي الموضوع فعلا بسيط جدا، وهنا يجي دور الزرار المسطح اللي قلت لكم عليه. هنا تفتح طبعا المنيو الاساسي بتاعت الابلكيشنز وتسوايب لحد ما تلاقي الايكون ده شغاله، وهيقول لك دلوقتي ثبت صباعك على الزرار ده، سيبه شويه كده لمده 30 ثانيه، بتلاقي زي تخطيط كده زي ما انتم شايفين، وبيديك قياس ضربات القلب قدامك ويعد لك ال 30 ثانيه، وبعد ما يخلصوا هتشوف بالظبط تخطيط القلب بتاعك. زي ما انتم شايفين بعد كده بيطلع لك ريبورت لطيف كده بيقول لك الاي سي جي ريزلتس ابير ستاندرد، يعني عادي الموضوع انت في السليم الحمد لله. وطبعا ده ما يعتبرش بديل للدكتور، ولكن بيديك كده انديكيشن عن الصحه العامه، ويطلع لك ريبورت مفصل كمان في الابلكيشن. في ابلكيشن هواوي هيلث هتلاقي قسم جديد دلوقتي اسمه اي سي جي عشان تشوف نتائج الاختبارات اللي عملتها بالساعه بتاعتك للاي سي جي. ودي الابلكيشن على فكره اللي بتربط الساعه بيها، والساعه بتشتغل طبعا مع اندرويد او مع اي او اس، تربطها مع ايفون عادي جدا. زي ما شايفين بيطلع لك نتيجه ساينس ريذم، ناس الدكاتره اكيد فاهمين الكلام ده، ولكن بيقول لك الامور طبيعيه مفيش مشاكل، وتخطيط القلب بتاعك موجود. كل ما تعمل تخطيط جديد بيطلعه لك هنا في الريكورد بتاعك. دي حاجه لطيفه جدا. في شويه حاجات بقى هنا تفاصيل طبيه، انت حتى لو بتتابع مع دكتور ممكن توريه الحاجات دي مثلا عشان يبقى عنده برده ريفرنس. ده زي ما قلنا الى جانب قياس ضربات القلب المستمر 24 ساعه في الساعه من غير ما انت تعمل اي حاجه، الى جانب قياس نسبه تشبع الاكسجين في الدم اللي تقدر تستخدمها في اي وقت، قياس درجه حراره الجلد برده تقدر تستخدمها في اي وقت. ففي سنسورز كتير دلوقتي بتراقب صحتك وبتتابع معاك، والموضوع بيتحسن كل جيل ورا تاني، ودي حاجه ممتازه في ساعتك. وما زالت واحده من الحاجات المفضله عندي بصراحه في الهواوي واتش هي قياس النوم او متابعه النوم. واول ما تصحى بتطلع لك ريبورت، تقدر تشوف انت نمت كام ساعه بالظبط، تقدر تحط جولز، انا عايز انام 8 مثلا، انت نمت منهم كام، هيقول لك لا انت مش جايب الجول بتاعك، نايم نوم تقيل قد ايه، نوم خفيف قد ايه. انا بحب جدا الموضوع ده عشان انا بنام قليل، فبحب اراقب برضه انا نمت قد ايه، حتى لو عامل ناب قيلوله بتبنك ان هي ناب. الموضوع هنا دقيق جدا، وعشان بطاريه الساعه طويله جدا انت مفيش اي مشكله تنام بيها كل يوم. وعلى سيره البطاريه خلينا اقول لكم ان رغم الاضافات الجديده ما زالت البطاريه هنا بتقعد معاك لحد 14 يوم. إذا استخدمك طحن بتعزم الساعة وفاتح جي بي اس وبتتمرن كل يوم بتعمل حاجات ممكن تقعد معاك مثلا 8، لكن ممكن توصل معاك 14 إذا استخدمها خفيف. وفعلا دي حاجة رهيبة جدا، مفيش سمارت ووتش تانية بتديك الأرقام دي. دي واحدة من المميزات الأساسية جدا اللي بتعجبني وبتخلينا نتشد لساعات هواوي دايما. البطارية هنا بتنساها، أنت مش بتفكر أصلا البطارية فيها قد إيه عشان
كل فين وفين ما بتشحنها فعليا، كل اسبوعين بتشحنها مره، والشحن دلوقتي كمان زودوا قوته 30% فعليا، في 10 دقايق بتاخد ربع البطاريه، فحتى لو مستعجل ونازل 10 دقايق هتكفيك تقعد بيها كذا يوم اساسا. الموضوع هنا رهيب. من ناحيه السوفت وير، هواوي لسه بتستخدم هارموني او اس، بصراحه ممتاز جدا، مش بعيد عن لايت او اس اللي شفته قبل كده مع الساعات القديمه من ناحيه الشكل، لكن الاداء والسلاسل دلوقتي بقت احسن بكتير من قبل كده. ده الواتش فيز مش شايفين، بيوريك المون فيز، بيوريك شكل القمر دلوقتي. تقدر تسوايب عشان تفتح شويه زي كاردز كده، ويدجتس، نبضات القلب، التشبع الاكسجين، الرينج ستاتك بتاعت الاكتيفيتي وما الى ذلك، الحراره، الشكل القمر زي ما قلت لكم، النوم، كل الحاجات دي تقدر توصل لها كده من فوق. لما تضغط تسحب من فوق بتوصل للكويك اكشنز، لو عايز تلاقي موبايلك، لو عايز تشغل الارم، لو عايز تفتح سيتنجز، حاجات زي كده. ومن تحت هنا بتفتح النوتيفيكيشنز بتاعتك. للناس اللي دايما بتسالني الساعه بتقرا عربي من غير اي مشاكل، المسجات بتاعتك، الايميلات، واتساب، كل الحاجات دي بيظهر لك نوتيفيكيشنز مكتوب بالعربي مظبوط من غير حروف مقطعه وما الى ذلك. الواتش فيسز زمان جدا كان فيها ازمه، دلوقتي بقاش عندك ازمه خالص. واتش فيسز كتير زي ما انتم شايفين، في حاجات كتير جدا بتيجي اوريدي موجوده على الساعه، وتقدر تضيف من الابلكيشن. دلوقتي في الاف حرفيا من الواتش فيسز، وهتلاقي الشكل اللي انت عايزه. في واتش فيسز بقى بتديك كومبليكيشنز كده وحاجات لطيفه، تقدر تعدلها، تضيف عليها حاجات او تعدل فيها حاجات، ودي بتديك كانها ويدجتس. فانت زي ما انتم شايفين فعليا هنا مربعات صغيره، عايز افتح هنا عشان يدخلني مثلا على التمارين، او هنا مثلا ضربات القلب اضغط عليها يفتح لي القلب، هنا مثلا الكالوريز يفتح لك الكالوريز، كل واحده فيهم تفتح لك الويدجت بتاعتها. دي حركه برده لطيفه جدا موجوده في كتير من الواتش فيسز. خلينا نديكم نظره سريعه كده على الجزء بتاع الواتش فيسز في الابلكيشن. زي ما شايفين عندك فعلا لسته طويله جدا مش هتخلصها لو قعدت تجرب واحد كل يوم، حرفيا مش هيخلصوا، وفي حاجات تانية كمان بتضاف كل يوم، فمش هتزهق اطلاقا. مجرد انك عجبني واحد مثلا، خلينا نجرب الاصفر، نقول له انستول، بياخد كام ثانيه كده وتلاقيه ظهر على الشاشه 9 ساعه مباشره، حركة لطيفة. وعسيرة الواتش فيسز في نسخة السيراميك هتلاقي برضو واتش فيسز اكسكلوسيف على الساعة دي، شكلهم برضو لطيف لايق على الساعة نفسها. خليني اقول لكم برضو قبل ما انسى ان الساعة دي الماكسيمم يعني العمر البطارية فيها بيوصل لسبعة ايام مش 14 زي الساعة دي، عشان طبعا فرق الحجم. خليني اكلمكم برضو على موضوع الرياضة وجانب انواع التمارين اللي ممكن تعملها تراكنج بالساعه دي. الزرار اللي تحت هنا يعتبر زي شورت كات بيدخلك على جانب التمارين، وتقدر تسكرول وهتلاقي انواع التمارين زي ما انت عايز. انا بصراحه مش بستخدمها قوي في التمارين عشان انا ما بعملش تمارين زي دي كتير، يعني عندك اندور راننج، اوت دور راننج، جري بره، جري جوه على التريدميل، في عندك سايكلينج، اندور سايكلينج، سويمينج في البول، اوبن ووتر لو بتعوم في البحر، في دايف، ده اللي اضاف جديد زي ما قلت لكم، بتقيس العمق بتاعك والنفس وما الى ذلك، في جولف، في لو بتنط الحبل، في تسلق جبال، في هايكنج، في تريل، في سكينج وسنو بوردنج، كروس كاونتيز، في حاجات كتير اصلا انا عمري ما هعملها في حياتي، روينج، تجديف، في كميه تمارين تقدر تعملها تتبع بسهوله جدا. وعلى فكره الساعه فيها جي بي اس وبتعمل تراكنج لمكانك على طريق خمس ساتلايتس، فهتطلع لك مساراتك مظبوط جدا هنا. في ابلكيشن ماوي هيلث على فكره في اب جاليري كمان، تقدر تنزل مجموعه من الابلكيشنز على الساعه، ممكن تلاقي حاجات تعجبك. انا برضو مش بدوس فيها قوي يعني، ولكن ممكن تلاقي حاجات زي مواعيد الصلاه مثلا، في حاجات بتاعت نوتس وما الى ذلك، في شويه حاجات لطيفه. وهنا بيجي نقطه مهمه لازم تحطها في بالك، تسمعني عمال اقول حاجات كويسه جدا وممتازه على الساعه لحد دلوقتي، هتقول فين العيوب مثلا، فين المشاكل؟ هي مش عيوب، ولكن لسه فاهم قدرات الساعه دي ايه. دي مش ساعه معموله انها تكون اذكى ساعه وتديك كل الحاجات السمارت وتشغلك كل الابلكيشنز اللي عندك وتعمل معرفش ايه وترد على ايميلاتك وتشوف صورك ومعرفش ايه، دي مش بتاعت كده. دي تديك البيسكس وزياده شويه عن البيسكس بشكل محترم جدا، زي ما شفت الحاجات اللي وريتها لكم دي كلها، ده غير انك تقدر تشوف النوتيفيكيشنز بتاعتك بشكل مظبوط جدا، وتقدر ترد ردود سريعه، يس نو اوكي، حاجات زي كده، تغيرها كمان زي ما انت عايز، تشوف واتساب المحادثات كامله هنا مفيش اي مشاكل، دي كلها حاجات ممتازه. لكن ما تقدرش مثلا ترد على ايميل كبير او تعمل حاجات زي كده، دي ليميتيشنز هنا في الساعه، انا عن نفسي مش عايزها اساسا تكون موجوده هنا، ولكن في ناس بتدور عليها وهي موجوده طبعا في ساعات تانية كتير. من الحاجات اللي اتعودت عليها في الساعه دي كمان بتسهل حياه جدا هو السماعه والمايكروفون اللي بيشتغلوا بشكل كويس جدا جدا. انا فعليا بستخدمهم كتير في الرد على مكالمات، هنا طبعا بيظهر لك اللي بيتصل بيك اسمه، تقدر ترد او تقفل تعمل اللي انت عايزه،
والصوت بيطلع ممتاز. انا بسمعه كويس جدا وهو بيسمعني كويس جدا ما بياخدش باله اصلا ان انا رد عليه من ساعه. دي بتنقذني في اوقات كتير، موبايلي في جيبي مشغول بعمل حاجه بايدي حاجات زي كده، الاوبشن ده ممتاز. او طبعا لو حاطط سماعات في ودنك تشوف مين بيتصل بيك من الساعه، ترد من السماعه مباشره وخلاص من غير ما تحتاج تمسك موبايلك اساسا. وعسيره برضو السماعات انت ممكن تحط على الساعه هنا ميوزك وتشغلها حتى من السماعه اللي هنا، او طبعا تشغلها من السماعه اللي في ودنك بحيث ممكن تسيب موبايلك وتشغل شويه حاجات وانت بتجري مثلا على تراك وسايب موبايلك في حته. بس انا عندك طبعا الشاشه الاموليد الممتازه اللي اضاءتها قويه والريزولوشن بتاعها عالي. طبعا دي 46 في السيراميك 42. وما زلت انا معجب طبعا بالكونسبت العام بتاع الساعه، والاضافات اتحسنت هنا زي موضوع الاي سي جي، موضوع طبعا الفري دايف مود اللي بيديك 30 متر عمق من الفري دايفنج والقياسات بتاعته، ده غير طبعا التيتانيوم هنا يا جماعه وشكل الساعه والشياكه بتاعتها. انا موافق جدا بالساعه دي اكيد. البري اوردر عندنا هنا في الامارات على فكره بدا على ساعات هواوي واتش جي تي 3 برو على نسخه التيتانيوم ونسخه السيراميك كمان، والسعر بيبدا من حوالي 1500 درهم وتاخد معاهم هدايا وجوائز بحوالي 475 درهم. ودي كانت كل حاجه محتاجين تعرفوها عن هذه الساعات القويه. مش عاجبكم الفيديو اكيد تنسوش لايك العنيف، اشتركوا في القناه، شغلوا جرس التنبيهات عشان الفيديوهات الجديده اول باول، كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.